هلا اميغوس، انا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم هو فيديو راح يكون عن الدراسه. اكيد طلبتوا هذا الفيديو كتير مني، وهالفيديو هو الهام من بين الاسئله اللي بتجيني منكم. حبيت في هالفيديو بجاوب على سؤال كتير مهم وكتير ينطرح علي، وهي النصائح راح تفيدكم كتير. بس قبل ما نبلش بالفيديو، اذا انت كنت اول مره عم بتشوفني، بليز اشترك في القناه بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر، كمان فعل هون الجرس عشان يوصلكم كل جديد في القناه. وبالمره يا بيبي، اذا حبيتوا الفيديو حطوا لنا بيج لايك عشان تدعموني وتدعموا هاي القناه، وانشروها في كل مكان مشان انه عائلتنا تكبر اكثر واكثر. وكمان شغله تانية، انا راح اسوي اسئله واجوبه، فروحوا هناك على الانستغرام، نزلت لكم صوره اللي هي هاي الصوره اللي حطيتها لكم هون. روحوا هناك اكتبوا لي اي سؤال يتعلق بالدراسه، وهالاسئله والاجوبه هي تخص جماعه الثانويه العامه، توجيه البكالوريا، كل بلد شو بسميها، وان شاء الله راح اجاوبكم عليه في الفيديو القادم. راح اخلي لكم اسم حسابي على الانستغرام هون، كمان بخلي لكم اللينك تحت في الديسكربشن بوكس. وهلا بعرف انه انا طولت عليكم كثير، فيلا نروح للفيديو. احيانا بتجي علينا ايام بنكون فيها في اعلى مستوى من التحفيز والانجاز، واحيانا تانية بتمر علينا ايام تانية ما تكون عندنا اي رغبه فيها للانجاز، ونكون كتير كسلانين وما بدنا نسوي ولا شيء. لكن الشيء مو على كيفنا، تكون عندنا اشياء مهمه لازم انه احنا نسويها، فشو نسوي في هاي الحاله؟ جايز، اول خطوه انه برمج ومنهج عقلك انه يفكر بطريقه ايجابيه. حتقولوا لي شلون؟ انه نسهل من كيفية الدراسة، اول شي نقلص المهام اللي علينا، ثاني شي انه نفصل ونبسط المهام اللي علينا. اوكي بعطيكم مثال، انت بيكون عليك مثلا 4 أو 3 فصول انك انت لازم تسويهم، فانت بتروحي لفصل واحد انك انت تقولي انك انت حتخلصيه اليوم. شو عندك في هذا الفصل لازم انت تسويه؟ اول شيء لازمك انك انت تقري على الفصل هذا في المادة المعينة عن شو بيحكي، ثاني شيء بتفهميه بطريقة مدققة، ثم ترجعيه، ثم تسوي ملخص لإله. بس تخلصي هالشي رح يعطيكي حافز وطاقة اكثر انك انت تواصلي المذاكرة، لانك انت خلصتي الفصل الاول، انه كان عليكي بس فصل اول مش 4 فصول. النقطة اللي بعدها انا بسميها قاعدة التحيل على المخ. لما تكون ما بدك تدرس وبدك تحفز حالك على المذاكرة، بدل ما تكون انت عم تدرس ساعة او نص ساعة، قلص هالشي ل 15 دقيقة ولأقل شي بيكون 10 دقائق، قول انا حذاكر بس 15 دقيقة او 10 دقائق وخلاص ينتهي الموضوع. هيك انت بتكون عم تتحايل على مخك بطريقة غير مباشرة انه هو يروح يذاكر، وتقنعه بالمذاكرة بطريقة اسهل. شو هي اصلا 10 دقائق؟ رح تخلص الشيء بسرعه، ولما تشوف حالك انك ذكرت لمده 10 دقائق، هالشيء كمان بيحفزك انك انت تكمل تدرس، لانه في مخك انه رسم انك انت سويت انجاز. فالانجازات البسيطه هي بتعطينا دائما تحفيز وطاقه انه احنا نكمل. ودائما حطوا في بالكم انه 10 دقائق افضل من لا شيء، مهمه كتكوته صغنونه افضل من انك ما تسوي ولا شيء. التبس اللي بعدها ومن نفس المنطلق اللي هو منطلق خداع العقل. شو رح نسوي يا بيبي؟ رح نسوي مهام ثانوية ما إلها أي علاقة بالدراسة، وهي المهام في حد ذاتها ما بتاخذ من وقتنا ولا شيء، وكتير بسيطة. زي إيش؟ زي مثلا انه نغسل مواعين، نسوي ماسك، نسوي قهوه. وهالشي رح لكم ليش، انه عند مخنا هالشي يعتبر انجاز، وكل ما انجزنا في يومنا، كل ما حسينا بطاقه ايجابيه اكثر، كل ما تحفزنا اكثر انه احنا نسوي اشياء ثانيه. فحاولوا تضيفوا لجدول يومكم مهام ثانويه بسيطه تحفزكم انكم انتم تسووا اكثر. اللي بعده، المذاكره هي فن من الفنون. رح تقولوا لي كيف، شو علاقه هالموضوع بهذا؟ انه بؤمن انه كل شيء حوالينا فن، واحنا الرسامين اللي نقدر نحرك هالشي. بدل انك جالس طفشان وكاره حياتك، واصلا كاره شيء اسمه مذاكره ومنك قادر تسوي ولا شيء، نحاول نتمتع بالمذاكره وندرس بشغف. السؤال اللي يطرح نفسه هو كيف نتخلص من الكتب والدراسة التقليدية والمكتبة والجامعة، الشيء انتم ممكن بتشوفوه كتير ممل. بدل الكتب المدرسية الحكومية اللي كلنا نعرفها وكلنا متفقين عليها، نروح للمكتبة ونثقف حالنا وندرس اشياء ريليتد للتخصص تبعنا. انت في كل الحالات حتدرس ولازم عليك تدرس، فليش نخلي حالنا انه احنا ندرس وكارهين الشيء؟ احنا منا مضطرين انه احنا نذاكر واحنا كارهين الشيء، فينا نحبب حالنا في المذاكرة عن طريق استعمال عدة طرق. غذي الفضول تبعك بالسؤال، هي كيف اجت وليش اجت وامتى اجت وشلون اجت، راح تلاقي الشيء اللي عم تدرسه هو بحر من العلم. نستعمل اكثر من طريقه في المذاكره، نروح للمواقع في الانترنت مليانه ما شاء الله، كل شيء متاح لنا بالمجان.
نشغل حاسة السمع واحنا ندرس، نسمع لتسجيلات صوتية، نجسد المادة اللي عم ندرسها عن طريق رسومات معينة انتو بس اللي بتفهموها، ولو نطلع رح نلاقي مليون طريقة. هالشغف هذا وهالفضول اللي فينا خلينا نستغله في شي منيح يفيدنا. خصص دايما وقت للراحة وللوناسة عشان تشحن بطاريتك بطاقة تخليك تواصل بعدين المذاكرة، زي مثلا النوم. ومين فينا ما بيحب النوم؟ روحوا العبوا ببجي، اكو عرب في الطيارة، روحوا اسمعوا اغاني، ارقصوا، سووا اي شيء انتو بتحبوه. المفيد بالنهاية انك تكون موافق ما بين المذاكرة والتسلية، الجدية والمزح. وهيك جايز بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وهلا بقلكم دير بالك مع حالكم احلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله بالفيديو القادم. ارمانيا بيبي، سلامتي هوا، بسلامة، باي.